السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة. الفيديو بتاع النهاردة فيديو عملناه قبل كده وكان جه عليه ما شاء الله مشاهدات كتير وناس حبته كده وتفاعلت معاه. الفيديو بتاع النهاردة هو قوة تحمل لموبايل الريلمي 8 والايت برو، لان دولت لسه نازلين مصر وهما الاثنين نفس خامات التصنيع. فانا هعمل الفيديو ده عن الريلمي 8، ويعني نفس الريلمي 8 برو هيبقى نفس قوه تحمل الريلمي 8 بالظبط، لان نفس الخامات بتاعه التصنيع واحده. تمام، انا هعلق على فيديو، مش الفيديو مش بتاعي، انا هعلق عليه وهنشوف قوه تحمل الموبايل مع بعض، عشان في ناس كتير قالت لي قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت الفيديو ده مش بتاعك. الفيديو مش بتاعي، انا بعلق عليه علشان اوريكم قوه تحمل الموبايل، عشان لو انت عايز تشتري الموبايل ده تبقى عارف الموبايل ده قوه تحمله عامله ازاي وخامات التصنيع بتاعته كويسه ولا لا. فلو انت فعلا عايز تشتري الريلمي 8 او الايت برو انصحك تسمع الفيديو ده للاخر، لان فعلا هيفيدك كتير وهتعرف مدى قوه تحمل الموبايل ده والخامات التصنيع بتاعته كويسه ولا لا. مش عايز اطول عليكم، بس اتمنى تشترك في القناه وتفعل الجرس ولايك على الفيديو ده قبل ما تسمع الفيديو، لان فعلا في حاجات كتير وفيديوهات كتير جايه الفتره الجايه خصوصا من النوع ده. فلو انت متابع التقنيه ومتابع الموبايلات اتمنى تعمل الاشتراك، عشان فعلا في حاجات كتير هنزلها هتفيدك حتى في الاندرويد نفسها. يعني كل ما بينزل اندرويد جديد انا ببدا انزل طريقه ان ازاي بتنزل الاندرويد ده عندك على الموبايل. تمام، مش عايز اطول عليكم، يلا بينا نسمع الفيديو مع بعض ونعلق عليه ونشوف قوه تحمل الريلمي 8 والايت برو. اول اختبار هو اختبار الخدش. طبعا كلنا عارفين ان الموبايل ده هو موبايل بلاستيكي، او الصنع بتاعه والظهر بتاعه من البلاستيك. طبعا اللي بيخربش عليه ده السكرينه مش شاشه الموبايل، زي ما انتم شايفين بيتعلم عادي، هيشيل السكرينه وهنبدا نشوف بقى ايه. دي شاشه الموبايل الاساسيه، هو بيخدش بقطر تقريبا على الكاميرا الاماميه، مفيش اي تاثير عليها، مفيش اي خرابيش، مفيش اي حاجه. طبعا على الكاميرا الخلفيه نفس النظام، ده دليل ان العدسات او المكونات اللي مصنوعه منها الموبايل فعلا ممتازه جدا. دي طبعا بقى لها حد اللي هي مفتاح عربيه تقريبا حاجه زي كده على الشاشه، مفيش اي تاثير عليها، مفيش اي خرابيش زي ما انتم شايفين. ودي برضو بقى لها حد اللي هي العمله المعدنيه، اعتقد لو موبايل كده ولا كده ولا خامات تصنيع ضعيفه ما كانش الموبايل يستحمل كل ده. بقطر برضو بقطر نفس النظام، يعني مستحيل يعني يكون خامات تصنيع كده ولا كده ويستحمل اللي بيحصل فيه ده. لسه في اختبارات كتير جايه على فكره واجمد من ده، فانتوا حاولوا تسمعوا الفيديو لاخره لو انت ناوي تشتري الموبايل. يعني زي ما انتم شايفين ولا كان في اي حاجه على الموبايل، زي ما انتم شايفين شاشه الموبايل سليمه جدا ما فيهاش اي حاجه. اختبار المايه بقى، وده هيكب على الموبايل مايه كتير زي ما انتم شايفين، يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. اكيد المايه دخلت جوه الموبايل يعني، والموبايل لسه شغال لحد دلوقتي ما شاء الله. الموبايل ما تاثرش خالص باي مايه دخلت له، لسه هيغرقوا مايه تاني، اصبروا بس. الموبايل ما تاثرش باي مايه خالص، يعني موبايل تقدر تستخدمه عادي ولو جه عليه مايه ولا كده، بس مش معنى كده انك تغطس بيه. يعني اختبار السقوط ده هيوقع الموبايل كتير كده، وده يعتبر من الاختبارات الجامده جدا. يعني هنشوف دلوقتي مع بعض وهنشوف قوه تحمل الموبايل ده فعلا. يعني ما شاء الله عليه، ده على سيف الموبايل ما حصلوش اي حاجه زي ما انتم شايفين. ده الاعاده، لا الموبايل ما شاء الله عليه بصراحه، التقفيل بتاعه محترم جدا ممتاز جدا، خامات التصنيع بتاعته ممتازه جدا. ده انتوا هتشوفوا بلاوي دلوقتي، يعني هيوقعوا على الشاشه وهيوقعوا على، يعني هتشوفوا بلاوي بلاوي يعني بصراحه. دي الاعاده، موبايل ولا تاثر باي حاجه، كاميرات شغاله يعني سليمه ما فيهاش اي حاجه، الشاشه كمان سليمه، وهتشوفوا وقعات اكتر من دي واجمد من دي دلوقتي. على الشاشة تفتكروا سليم ولا مكسور؟ تفتكروا يستحمل؟ هنشوف مع بعض. فعلا يستحمل، مفهوش اي حاجة، دي العادة بتاعت الوقعة. الموبايل مفهوش اي حاجة، الشاشة سليمة جدا مفيهاش اي مشاكل، ما تأثرتش بالوقعة خالص. وده اعتقد برضو لو الشاشة كده ولا كده ما كانش هتستحمل وكانت هتتكسر، يعني لو موبايل كده ولا كده كانت الشاشة اتكسرت. على السيف
لا وقعات جامده فعلا على السيراميك على فكره، يعني يعني الموبايل ده الله يكون في عونه بصراحه يعني، وقعات على السيراميك يعني، لو الموبايل كده ولا كده كانت كان راح في داهيه. دي القعده شايفين الموبايل بيتنطط ازاي على الارض، يعني الخبطه نفسها نطرت الموبايل فوق ونزل تاني يعني 3 4 مرات على الارض. تقريبا هيفتح الكاميرا هيوقعوا الكاميرا شغالة تقريبا، زي ما انتوا شايفين دي وقعة تانية كده. تفتكروا حصل له حاجة؟ برضه لا، الموبايل سليم ما فيهوش أي مشاكل. شايفين الموبايل بتعمل ازاي على الأرض يعني، يعني بجد بجد ما شاء الله على الخامات اللي متصنعة منه الموبايل ده. هو تقريبا اتأثر بس ده من الفريم يعني، مش حاجة مأثرة في الموبايل نفسه يعني، مفيش أي مشكلة، هو من الوقعة بس على سيف الموبايل بس، ما فيهوش اي مشكله. الموبايل شغال 10 على 10، الشاشه سليمه، ما فيش اي حاجه في الشاشه ولا في الموبايل. هيشغل بقى فيديو وهيبدا ايه يوقع الموبايل، وهيجيب لكم الفيديو بعد ما الموبايل يقع زي ما انتم شايفين كده، وعلى شاشه الموبايل تقريبا ولا على ظهره، على ظهر الموبايل ده الفيديو. تفتكروا سليم ولا في حاجه؟ موبايل سليم يا جماعه، ما فيهوش اي حاجه بعد الوقعه دي، الموبايل سليم ما فيهوش اي حاجه، الشاشه شغاله، الكاميرات ما حصلهاش اي حاجه، ما اتاثرتش بالوقعه خالص، رغم ان هو وقع على الكاميرات الخلفيه، ورغم ان هو كان مشغل الكاميرا كمان. الكاميرات سليمه حتى ما فيهاش خربوش، الشاشه برضو سليمه. هيجيب على الكاميرا الاماميه، اعتقد دي اجمد وقعه هتشوفوها. اوب، على الكاميرا الاماميه، على الشاشه وعلى الكاميرا الاماميه ده الفيديو. اعتقد لو يعني صعب، صعب يا جماعه فعلا الوقعه صعبه، الوقعة على السيراميك صعبة جدا، فمش عارف يعني الموبايل ده ازاي يستحمل بجد والله. الشاشة ما تخربشتش حتى، الاختبار بقى اللي كلكم يعني هتكشعروا فيه وجسمكم هيقشعر كده من اللي هيحصل فيه، اختبار الانحناء، هيمسك الموبايل وهيبدأ ان هو يكسره كده. اوب اوب اوب، يا نهار اسود، ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ متأثرش، مفيش أي حاجة ما شاء الله، بس أنا حاسس إن الموبايل يعني فيه انحناء سنة كده، حاسس يا نهار اسود، أنا حاسس إن الموبايل يعني بقى فيه انحناء سنة كده، بس الموبايل شغال مفيهوش أي حاجة. بص بص، هو حاسس إن فيه انحناء كده، يا ريت اللي شايف الانحناء ده يقول لي في الكومنتات تحت. الموبايل شغال مفيهوش أي حاجة، رغم إن فعلا الراجل بيضغط بجد، يعني باين في الصورة جدا او في الفيديو قصدي جدا ان الراجل بيضغط بجد. بص الموبايل عامل ازاي، مقوس منه ازاي، ما شاء الله بجد بجد يعني، موبايل ما فيهوش اي مشاكل شغال 10 على، بص 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 يعني، موبايل ما فيهوش اي حاجة. انا اعتقد لو يعني لو موبايل كده ولا كده كان زمان الشاشة بتاعته فرقعت.